بالعكس راح يكون هي بوابة دخول أوروبا، لأنه عندنا نبيب قوى يعني سعة كبيرة جدا، تقريبا 32 مليار أنابيب موجودة، يعني راح تكون خلا نزودوا إيطاليا والدول المجاورة لإيطاليا عن طريق إيطاليا. هي معروفة يعني كل يعني الدول المجاورة لإيطاليا يعني هي مرتبطة بالشبكة الإيطالية، يعني راح ندخلوا فيها في يعني مفاوضات في بيع وشراء الغاز تكون عن طريق يعني عندهم، هي يعني عندهم يعني سعة الغاز المميع وعندهم الربط بالشبكة، وهي تعرفوا أنه اليوم الربط بالشبكة يعني هو تكلفه أقل من تمييع الغاز.